وأول مرة إحنا عاوزين ندخل في الستات اللي أول مرة يدخلن في الحياة مع السياحة ما عملوش دي كده عندنا. احنا بنحب السياح يعني انه يعملوا شغل عندنا في الطريق ذا، علشان في ناس يعني ما عندهم شغل، في ناس عندهم ما عندهمش يعني عاوز يعمل له وظيفه يعمل حاجه، في ناس كذا يشتغل اللي ما عندوش وظيفه حيشتغل في درب السياح عشان هو يعني ربنا يرزقه وكذا. والله ما كان حيفرق، والله ما كان حيفرق.